يقول: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المسيح عيسى بن مريم هو رسول الإسلام، والكليم موسى هو رسول الإسلام، والخليل إبراهيم هو رسول الإسلام. صحيح. فالدين كله إسلام. صحيح. ثانيا، أنا لا أحتاج لأهنئ المسيحي أو غير المسلم بدينه لفتوى من أحد، لأن هذا يضر بالروابط الإنسانية. الله سبحانه وتعالى وضع عنوانا ودستورا في القرآن الكريم فقال: يا أيها الناس، الناس اسم جنس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتنافروا وتقاتلوا وتباغضوا، ولكن قال لتعارفوا. ومن أسس المعرفة بين الناس أن يبادلون التهاني، وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم فريضة دينية، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ثانيا، المسيحي ليس كافرا بنص القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة في ربع يوم يجمع الله الرسل، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال له إيه؟ قال الله. المفروض اللي بعدها المسيح بيقول له، الله بيقول له: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لم يقل يدخلوا النار ولا الجنة. أنا كمان شايف من العب من العبث إن أنا هقعد أناقش في التكفير الواقعي، أنا بناقشها بشكل عام يا شيخ حسام، مش هدخل فيه تفاصيل. صحيح. خطورة هذه الفتاوى يعني، وبعدين أنا أبقى مشغول ليه ببابا نويل حرام ولا حلال؟ هو هعبده مثلا؟ الفراغ الفكري يعني والخواء الروحي الذي أخرج قنابل موقوتة. أستاذ وائل، الدولة المصرية والأمة الإسلامية منذ 1200 عاما تتعاطى تراثا دينيا مشوها معاديا للقرآن الكريم، دسه كعب الأحبار وغيره من المنافقين الذين دخلوا الإسلام، ويجب أن تكون هناك صحوة حقيقية. لا نفعل مثل ما فعل مريض الكبد مع الطبيب الشهير حينما جاءته أعراض الصفرة فاصفر وجهه، فذهب لطبيب الكبد وأعطاه كريم لتبييض البشرة. دعنا نفتح بطن المريض ونجري جراحة عاجلة لي، وندع منهجية لنقد التراث، نقد الحديث المنسوب إلى النبي. طيب. بعيدا عن علم الإسناد. طيب. إلى علم المتن. ثانيا، منهجية بحثية لتدبر القرآن الكريم بشكل عصري. طيب بس ما هو في خطر فتاوى يعني، ما هو اشمعنى لما يجي البعض يقول لك خطر فتاوى عندكم؟ خد المصيبة دي، تتحدث عن خطر فتاوى، خد الكارثة دي. فضيلة الشيخ سامح قال إن بنهاجم البخاري. البخاري لا نهاجم شخصا، نحن نهاجم كتاب، فهو رحمه الله لا نعرفه شخصيا. بناء على حديث في البخاري، الإرهاب المشرك الذي قتل الشهداء المسيحيين لا يقتل. قال البخاري في صحيحه ناسبا القول إلى رسول الله والرسول منه بريء، حديث رقم 6517 باب الديات: لا يقتل مسلم بكافر. شرف يا أستاذ وائل، ورد وخليه. طيب. يرد على نرد على لا يقتل مسلم بكافر. نرد على أخينا محمد وعلى إسلام بحيري وعلى أي حد يطعن في البخاري بكلام يعني جمل بسيطة جدا جدا، عشان حد بس يستوثق من البخاري. البخاري ليس فرض لوحده ولا كتاب لوحده، البخاري كتاب الصحيح بتاعه أجمع العلماء في الماضي وفي الحاضر على هذا الكتاب ثقة، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، وما فيه من أحاديث فكلها صحيحة، حتى مثلا بعض المقطوعات وما شبه موصولة وصحيحة. فالإسلام بحيث لما يجي ينتقد البخاري بينتقده كشخص، لا، البخاري مش كشخص لوحده ككتاب لوحده، احنا بنتكلم على كل الأئمة اللي مدحوا فيه أئمة الإسلام من 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 أول تأليف البخاري صحيح البخاري حتى. ما انا عشان بس ما بقاش بقى انما هو كمان النقاش، ما هو كمان بيشيل ضغط البخاري كمان، هو يفتي كمان البخاري، ما ينفعش يقول احاديث ويفتي. لا هو بيتكلم عن احاديث، بتكلم عن المرجعيه بتاعه الفتوى، بيطعن في البخاري، هفتي بناء على حديث. ومن اين اتى البخاري بهذا الكلام؟ انا الان اذا سألتني لو انا مفتي
في حكم الولد قاتل الولد اللي قتل الإخواننا المسيحيين في الكنيسة، هذا الولد لو قبضنا عليه يعني البخاري كذب على طول. لماذا؟ لأن هذا الولد مسلم. يعني النبي قال الحديث ده ولا ما قالوش؟ لا ما قالوش. يعني البخاري بيكذب؟ لا لا لا، النبي لما عمل البخاري بيكذب. البخاري بيكذب، بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مكذوب. طب ما هو ما هو لو قالوا يبقى اللي قتل اللي فجر الكنيسة لا يحاسب. لا يحاسب، مين قال كده؟ لا لا، يقتل مسلم بكافر. لا لا، ده انسان غادر دخل الكنيسه غدرا وقتل. لا، الاسلام لا يقر هذا. طب ما الحديث اصبر عليا، اصبر عليا. ده انسان متهم بكذا تهمه اصلا، ان هو دخل في امان وهم دخلوه وهم مأمنينه فخانهم وغدرهم كالذي قتل السفير الروسي. فرغم ان روسيا لها فجايع شديده في سوريا، الا انه لا يجوز قتل السفير. وبعدين قتله غيله، قتله من خلفه. اذا انت متفق معي بان هذا الحديث غير صحيح. علي. انا متفق وائمه الامه متفقون على صحه البخاري. فالذي يطعن في البخاري لا يطعن في شخصه ولا في كتابه، ولكن ايضا يطعن في أمة الشيعة، امه الاحناف طبعا. ولا الشافعيه والمالكيه، كل دول سنه، ولا السنه والجماعه، ولا امه الاباضيه، كل الاباضيه من الشيعة المنحرفه. انا مؤمن ومش معترف بصحه هذا الحديث. انت كمان مع المنحرفين يا شيخ محمد. يعني اللي بيطعن في البخاري منحرف بلا شك. البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله. لا يا سيدي، والذي يطعن في صحيح البخاري بيطعن في ائمه الاسلام. لا يا سيدي، هل احد من الائمه الاربعه، يا مولاي اصبر عليا الكلام، انا بسالك سؤال. عارف انا لو صدقتك هقول حالا على الهوى، قال الامام البخاري في صحيحه كان ابن مسعود يمسح او يحك المعوذتان من مصحفه ويقول ليستا من القران، يبقى هشيل من المصحف. طيب. سوره المعوذتين. استاذنكم بس هنكمل المناقشه.